على اليوتيوب. تولموا يا اهل المكاشي توصيت لما نسجم عالديار الخلية نبعد عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا في الوقت هذي ودية نولم العزبة ونسرح مع البيت ونطلب من الرحمن ستر وعطيه برض انكساها النبتة خضر العناقيد من عقب ما كانت قفر جار هدية تولموا يا اهل المكاشي توصيت لما نسجم عالديار الخلية نبعد عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا في الوقت هذي ودية جاها من الرحمن سيل انت رديد عقب الظما بالخير صارت روية نجلس بروض مكتسب أخضر الجيد عود السمر مشبوب والنار حية تولموا يا أهل المكاشي توصيت لما نسجم عالديار الخلية نبعد عن إزعاج العمل والمواعيد ولا همنا في الوقت هذي ودية في جاله دلال تسطر على حد كل القصايد والسوالف وفيه لا بيننا جاهل يجر المناقيد ولا بيننا منزوع خير وحميه حميه تولموا يا اهل المكاشي توصيت لما نسجم عالديار الخليه نبعد عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا في الوقت هذي وديه معنا رجال في اللوازم صناديد ما فيهم اللي ما يقدر خويه والهم على طيب الفعايل المواريد نقوة رجال تحتمي كل هيا تولموا يا اهل المكاشي توصيت لما نسجم عالديار الخلية خلية نبعد عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا في الوقت هذي ودية وللصيد فيهم حافظين البواريد مثل الحرارة الندرة الصيرمية هذه عوايد للنشامى لوليد واللي يخاويهم سباله نقية تولموا يا اهل المكاشي توصيت لما نسجم عالديار الخلية نبعد عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا في الوقت هذي ودية نبعد عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا في الوقت هذي ودية ولموا يا اهل المكاشي توصيت لما نسجم عالديار الخلية نبعد عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا في الوقت هذي ودية نولم العزبة ونسرح مع البيت نطلب من الرحمن ستر وعطيه برض انكساها النبت خضر العناقيد
من عقب ما كانت قفر جار هدية. مبروك يا ابو اليوم ويا اهل المقاشي توصيت لما نسيت جمعة الديار الخلية نبعد عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا فالوقت هدي ودية جاها من الرحمن سيل تراديد عقب الظما بالخير صارت روية نجلس بروض مكتسب أخضر الجيد عود السمر مشبوب والنار حية تولموا يا أهل المكاشي توصيت خليا نبعد عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا فالوقت هدي وديا في جاله دلال تسطر على حيد كل القصايد والسوالف وفيا لا بيننا جاهل يجر المناقيد ولا بيننا منزوع خير وحمية حمية تولموا يا أهل المكاشي توصيت لما نسيت جمعة الديار الخلية نبعد نبعد عن العمل نعنى رجال فالبوازم صناديد ما فيهم اللي ما يقدر خوية ولهم على طيب الفعايل مواريد نقوة رجال تحتمي كل هيا تولموا يا أهل المكاشي توصيت لما نسيت جمعة الديار الخلية خلية عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا فالوقت هدي ودية ولا الصيد فيهم حافظين البواريد مثل الحرارة الندرة صير مياه هذه عوايد للنشامة لوليد واللي يخاويهم سباله نقية تولموا يا أهل المكاشي توصيت لما نسيت جمعة الديار الخلية نبعد عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا فالوقت هدي وديا نبعد عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا فالوقت هدي وديا تولموا يا أهل المكاشي توصيت لما نسيت جمعة الديار الخلية نبعد عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا فالوقت هدي وديا نولم العزبة ونسرح مع البيت نطلب من الرحمن ستر وعطية برض انكساها النبت خضر العناقيد من عقب ما كانت قفر جار هدية تولموا يا أهل المكاشي توصيت لما نسيت جمعة الديار الخلية نبعد عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا فالوقت هدي وديا جاها من الرحمن سيل تراديد
عقب الضما بالخير صارت روية، نجلس بروض مكتسب أخضر الجيد، عود السمر مشبوب والنار حية. تولموا يا أهل المكاشي توصل مبانس الجمعة الديار الخلية، نبعد عن إزعاج العمل والمواعيد، ولا همنا فالوقت هدي ودية. في جاله دلال تسطر على حد، كل القصايد والسوالف وفية، لا بيننا جاهل يجر المناقيد، ولا بيننا منزوع خير وحمية. حمية تولموا يا أهل المكاشي توصيد، نبانس الجمعة الديار الخلية، نبعد عن إزعاج العمل والمواعيد، لا همنا فالوقت هدي ودية. معنا رجال في اللوازم صناديد، ما فيهم اللي ما يقدر خوية، والهم على طيب الفعايل مواريد، نقوة رجال تحتمي كل هيا. تولموا يا أهل المكاشي توصل، أبجل أهل التهدي أبجل بالخير خليا، وللصيد فيهم حافظين البواريد، مثل الحرارة الندرة الصيرمية، هذه عوايد للنشامى لواليد، واللي يخاويهم سباله نقية. تولموا يا أهل المكاشي توصيد، نبانس الجمعة الديار الخلية، نبعد عن إزعاج العمل والمواعيد، ولا همنا فالوقت هدي وذية، نبعد عن إزعاج العمل والمواعيد، ولا همنا فالوقت هدي وذية.